أحييكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة أينما كنتم وأينما تواجدتم في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. الهجمة والاستعمارية الاحتلالية بحق شعبنا وأراضي دولتنا مستمرة وتتصاعد يوما بعد آخر، وبينما توفر الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الكامل لقرارات وإجراءات الاحتلال العنصرية على الأرض الفلسطينية، يزداد استفراد قوى العنصرية في تل أبيب بشعبنا دون أي اكتراث، لا بمجتمع دولي يندد ويستنكر ويعرب عن قلقه، ولا بموقف عربي حاسم يشكل رادعا لحكومة الاحتلال. استهداف للأرض في راس كركر برام الله، في الولج ببيت لحم، في الخان الأحمر بالقدس المحتلة. إذن تستمر جريمة الاستيطان وسرقة الأرض وهدم بيوت ساكنيها، لكن معركة الصمود والمواجهة بالإرادة والمقاومة الشعبية السلمية في المقابل تستمر، ويجب أن تتصاعد كما يرى كثيرون لمواجهة قوى الاستكبار المجرم ومشاريعهم التصفوية لقضيتنا الوطنية. في هذه الحلقة نناقش هذه الهجمة العنصرية المستمرة والمتصاعدة بحق شعبنا وسبل مواجهتها شعبيا وسياسيا وعلى الصعيد الدولي. حول ذلك استضيفنا في الاستوديو الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. مساء الخير. مساء الخير. قبل البداية اسمح لي ومشاهدينا الكرام أن نتوقف مع هذا التقرير للزميل فالح نصير فالح، بعد ذلك نبدأ الحوار. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. في قلعة الصمود والتحدي قرية الخان الأحمر تتجدد فصول المواجهة بين ملح الأرض والغربان والغرباء المعتدين المتسللين إلى التاريخ والعابرين في كلام عابر، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت بإخلاء التجمع البدوي شرق القدس المحتلة خلال مدة أسبوع. هذا القرار يعكس التواطؤ بين أذرع الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها القضائية التي تسهل تمرير المشاريع الاستيطانية، وقد شكلت قرية الخان الأحمر هاجسا للاحتلال ومحط أطماع لتمرير مشروع إيوان الاستيطاني الذي سيربط المستوطنات خارج القدس بالمدينة على شكل حزام استيطاني يضم المستوطنات ويتوسع أكثر فأكثر. عشرات الأسر هنا تواجه مرار التهجير الذي يعيد إلى الأذهان سيناريو النكبة عام 48، وهي سياسة دأبت عليها إسرائيل التي تتعامل بنظرية القلعة وكأنها فوق القانون الدولي الذي يحرم عليها إضفاء تغييرات على الإقليم المحتل، فضلا عن أن الاستيطان يرقى إلى مستوى جريمة الحرب. وإذ تسابق سلطات الاحتلال الزمن لاقتلاع السكان، بدأ الأهالي ومعهم المتضامنون باعتصام تنديدا بقرار المحكمة العليا التي أدارت ظهرها للقانون وفصلت الحل بما يتناسب ومقاس الاحتلال، وهو يستعد لمحو تجمع الخان الأحمر البدوي الذي سيصبح أثرا بعد عين أمام مرأة ومسمع الأسرة الدولية التي لن تخرج مواقفها عن الإدانة والاستنكار، وهو ما وجدت فيه إسرائيل راحة وكلاما لم يطرب مسامعها. الترانسفير سيدفع بأكثر من 40 عائلة إلى الرحيل من مكان عاشت فيه وبنت أحلاما وأملا رغم قساوة العيش والظروف التي كبدتها، فحياة البداوة أضحت جزءا منها في رحلة تثبيت الوجود، فجذورها ضاربة في القدم وعيونها ترنو إلى الحرية ومحو آثار القدم الهمجية. وأمام مخطط الاقتلاع الذي يقترب رويدا رويدا، يبقى القلق يساور العائلات التي تتصدى بصدورها العارية لفوهات بنادق الاحتلال، ولسان حالها يقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة. في اليوم فالح نصير فالح. شكرا لزميل فالح نصير فالح على هذا التقرير. ولكن منذ اليوم تم يعني عمل مؤتمر صحفي في الخان، حضره كافة وسائل الإنباء وكذلك المواطنين والمحامين وسكان الخان الأحمر ورجال المقاومة الشعبية ومحافظة القدس والإقليم حركة فتح هناك، وبالتالي بدأ الإعداد لعملية التصدي وشحذ الهام للتصدي لجرافات الاحتلال إذا ما دخلت الخان الأحمر. غدا سيكون هناك لقاء مع القناصر الأجانب
في الخان الأحمر الساعة 11، وسيتم وضعهم جميعا في صورة الأحداث، وخاصة في صورة القرار المحكمة الذي يعني لم يكن قرارا على أساس قانوني، بل كان قرارا سياسيا التزم فقط بتوجهات وزير الحرب الإسرائيلي ورغبة المستوطنين، ولم يأخذ بعين الاعتبار أي مبرر قانوني أو أي نقطة قانونية تم طرحها، ولا أي وثيقة من الوثائق القانونية تم تقديمها من قبل المحامين الفلسطينيين. وبالتالي القرار كان سياسي بحت، القرار كان يدافع عن شرعية الاستيطان، وكان يدافع عن شرعية الاحتلال، ويريد أن يبرر للحكومة البدء بعملية التهجير القسري للسكان الفلسطينيين والبدء بسياسة التطهير العرقي. ولذلك نحن لا نعتبر هذا قرار المحكمة سقطة من سقطات المحكمة الإسرائيلية إلى الهاوية، وبالتالي أعتقد أن ذلك سيمنحنا أيضا البدء بالحملة الدولية لملاحقة حتى محكمة الاحتلال وقضاتها. سنتحدث عن هذه الإجراءات، ولكن سيد وليد عساف أراك تتحدث باهتمام بالغ عن لقائكم غدا مع القناصل والسفراء الدبلوماسيين على المتواجدين على أراضي دولة فلسطين. إلى أي حد ذلك ربما يساهم في أن يشكل رادعا لحكومة الاحتلال للتراجع عن قرارها، وأنت تعلم والكل يعلم أن الاحتلال لا يحسبون حسابا لأحد؟ لم نعول ولا نعول إطلاقا على أن الضغط الدبلوماسي بات يجدي نفعا مع هذه الحكومة التي تتلقى مساعدة أمريكية مفتوحة وغطاء أمريكي مفتوح ودعم أمريكي مفتوح بعد تولي ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة، لأن الموقف الأوروبي حتى الآن لم ينتقل من موقف الناقد للسياسة الإسرائيلية العدوانية ولجرائم الاحتلال إلى الموقف الذي يفرض العقوبات. ما لم ينتقل الموقف الدولي من مرحلة النقد وإصدار بيانات الشجب والإداني، ما لم ينتقل إلى موقف فرض عقوبات على إسرائيل لوقف سياستها هذه، أعتقد أنه لن يعول على هذا الموقف كثيرا. ولكن نحن نعتقد أن بكافة الجهود مع بعضها البعض سيكون لها محصلة في تحقيق ثبات الفلسطينيين في قراهم وفي مدنهم وفي إفشال مشروع التهجير القسري. نحن نعول أكثر ما يمكن على سواعدنا وعلى إرادتنا وعلى سكان الخان الأحمر الذين يرفضون الترحيل، وكذلك على الجهود وعلى حملات التضامن الشعبية وعلى لجان المقاومة الشعبية التي ستهب إلى نجدة الخان الأحمر، والتي ستبدأ يعني والتي بدأت بالتواجد هناك وستبدأ خلال الأسبوع القادم بالتواجد بالمئات والآلاف إلى حين اقتراب اللحظة الحاسمة، التي أيضا يعني نعتقد أنه لابد أن نخوض هناك المواجهة لمواجهة جرافات الاحتلال. لن يقبل الفلسطينيين بعد الآن أن تهدم بيوتهم وهم ينظرون إليها وهم صامتون، لن يقبلوا الترحيل بصمت، ولن يقبلوا الاعتداء على منازلهم بصمت. سنواجه ذلك في مقاومة شعبية قوية، وسترون مشهدا أقوى من المشهد الذي رأيتوه في السابق في هذا الإطار. ولكن حتى هذا المقاومة الشعبية ليست هي كل ما لدينا في عملية الدفاع عن الخان الأحمر. أعتقد أن سنتحدث عن الأدوات النضالية، ولكن أراك تتحدث أيضا باطمئنان شديد عن مستوى التفاعل الشعبي في هذه المقاومة المستمرة في الخان الأحمر في المرحلة المقبلة. يعني هناك يعني تنسيق على أعلى المستويات مع الفصائل الوطنية الفلسطينية، ما الذي يجعلكم تتحدثون باطمئنان شديد حول التفاعل الشعبي؟ أولا بعد يعني تشكل قضية الخان الأحمر قضية جوهرية واستراتيجية بالنسبة لنا كفلسطينيين في وقف مشروع التهجير القسري، وقف تقسيم الضفة إلى كانتونات، ووقف حصار مدينة القدس. ولذلك كان الاهتمام الفلسطيني فيها على المستوى من بدءا من سيادة الرئيس راغب بازن الذي بادر بدعوة الفلسطينيين إلى الانضمام لحملة تضامن الخان الأحمر، وهو الذي يعني ساعد في قوة هذه الحملة في المرة الأولى. وفي المجلس المركزي الفلسطيني أيضا كانت دعوته واضحة للجميع. الآن لذلك نحن بدأنا في ظل هذه الرؤية، بدأنا اليوم بوجهنا رسالة لمجلس الوزراء، وهناك تعميم من مجلس الوزراء إلى كل الوزارات للبدء بالاعتصام في الخان الأحمر منذ الغد. هناك تعميم أيضا وجه الخطاب للسيادة الرئيس
لدعوة المحافظين ودعوة الأقاليم ودعوة كل القوى للتواجد هناك. بدأت أيضا هذه الحملة، هناك دعوة وجهت من أيضا لحركة فتح لنائب رئيس الحركة الأخ أبو جهاد، وكذلك لمفاوض التعبئة والتنظيم الدكتور جمال محسن، والذي أيضا قام بالتعميم على كافة الأقاليم، وبدأت الأقاليم يعني تنسق عملية التضامن. المسألة الأخرى، هناك اجتماع حصل أيضا للقوى الوطنية والإسلامية، وتم الاتصال معنا ونحن في الخان هناك، وعبروا عن استعدادهم أيضا للمشاركة من هذه الحملة بكل طاقاتهم. تلقينا اليوم بصراحة الكثير من المؤشرات التي تؤكد على أن الفلسطينيين سيهبوا بشكل كبير. أنا على ثقة أن الحملة التي حصلت في المرة الأولى في الشهور الثلاث الماضية ستتكرر بشكل أكبر زخما وأكثر أهمية في هذا الإطار. كنت أنت من اللحظة الأولى في الخان الأحمر وشهدنا حجم هذا الالتحام بينكم كقيادة وطنية فلسطينية وبين الكوادر من كل التنظيمات على مدار الساعة. أصبتم حمدا لله على سلامتكم وعلى سلامة كل المصابين، لكن ثمة انتقادات أراها وألمسها على شبكات التواصل لبعض المسؤولين الذين ذهبوا إلى الخان الأحمر ويقولون أنهم يذهبون من أجل التصوير والتقاط هذه الصور ونشرها على الفيسبوك. بأماني هل هذا حصل؟ أولا نحن نرحب بكل من يأتي، ومن حق كل من يأتي أن يصور، ونحن نريد أن نصور، ونعتبر حملة التصوير التي يقوم بها الحضور جميعا من أصغر مواطن فلسطيني لأكبر مواطن فلسطيني جزء من الحملة الإعلامية لنشر صورة ما يحدث في الخان الأحمر. تنظرون هذا الموضوع بشكل إيجابي؟ نعم بشكل إيجابي. أنا شخصيا لا أرى في ذلك أي حد سلبي على الإطلاق، بل أرى في ذلك يعني صورة إيجابية، لأن وسائل الإعلام عندما هي التي تستطيع فعلا الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام والتي تنقل على وسائل التواصل الاجتماعي هي التي سيكون لها أهمية كبيرة في التصدي لحملة الاحتلال. ونحن نذكر أن قوة الصورة أحيانا أكبر من قوة المشهد، وما حدث في الخان الأحمر عندما نقل الصحفيين المواجهة التي حصلت مع الجرافات والاعتداء على النساء والأطفال كان لهذا الوقع صدى كبير جدا. في اليوم التالي كان أحد بعض الجنود يريدون اعتقال أحد الشباب وهو يعبر الشارع الرئيسي، فقال له الجند الآخر يعني بما معناه يعني لا تضربه لا تعتدي عليه، هناك تصوير هناك كاميرات. الكاميرا أصبحت ترعب جيش الاحتلال بعد المشهد الذي تم نقله هناك، ولولا نقل المشهد إسرائيل تستطيع أن تستخدم القوة الكبيرة لضرب الحضور في مهما كان حجمه إذا لم يكن هناك صورة إعلامية. لذلك الصورة الإعلامية مهمة جدا، ليست صورة وسائل الإعلام فقط ولكن صورة التواصل الاجتماعي، وفي بعض اللحظات قد تكون الصورة المتوفرة لدينا هي صورة التواصل الاجتماعي. أنا أحيي كل من يأتي للخان الأحمر، وأحيي كل من ينقل الصور من الخان الأحمر إلى كل مكان سواء صوره أو صور الآخرين، ولكن أعتقد أن هذا جزء من المعركة وليس هو المعركة الفاصلة. المعركة الفاصلة نحن نتحدث الآن كيف يمكن أن تكون هناك جاهزية لنقل الحدث عندما يحدث الهجوم أو تحدث الجريمة في مهاجمة خان الأحمر. كيف يمكن أن يكون هناك وسائل إعلام تنقل الصورة؟ نحن كنا معكم على مدار الساعة. نعم كنتم معنا سابقا ونريد أن تكونوا معنا لاحقا، وأنا أعتقد أن في اللحظات الصعبة سيكون هناك منع تجول، سيكون هناك إغلاق المنطقة، قد يكون هناك أمر عسكري بإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، تغلق الطرقات. لذلك نحن بدأنا بالتحضير لكل السيناريوهات، لكل السيناريوهات لتكون الكاميرا جاهزة لنقل المشهد إلى كل مكان. لا يعني استطاعت ملحمة الخان الأحمر أن تلفت الأنظار في العالم لهذه المشاريع التصفوية الاستعمارية على الأرض الفلسطينية التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي. قلت قبل قليل سنرى مشهدا مختلفا، هل نعم. يعني ذلك ستبتكرون أدوات نضالية جديدة؟ نعم. شكلها؟ أولا أنا أقول أن عملية الهدم هي قاب قوسين أو أدنى أن تحصل. ليست الصورة يعني الصورة القوية في مواجهة عملية الهدم ستكون فعلا مشهدا جديدا، لكن المشاهد الأخرى التي سترافق وستأتي بعد هي التي ستكون مفاجأة حتى لأعدائنا.
ولذلك أعتقد أن في الأيام القادمة إذا ما حصل الهدم ستكون هناك في خطط لدينا لمفاجأة الاحتلال بما سيتم فعله في الخان الأحمر للتصدي لعملية الهدم ولإعادة بناء ما يتم هدمه. يعني نحن أعددنا أيضا خطة إعادة البناء. عملية الهدم ليست هي نهاية المطاف في الخان الأحمر وليست نهاية المعركة. أقول أن عملية الهدم هي بداية معركة الخان الأحمر في دعم وجودنا وصمودنا وبقائنا. نحن نعتبر الانتصار في تثبيت الفلسطينيين هناك هو المسألة المهمة وهي الرمزية التي نريد أن نثبتها، ونعتقد أن خوض المعركة بحد ذاته للتصدي للجرافات هو الرسالة القوية التي نريد أيضا أن نرسلها لإسرائيل وللعالم، أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن يكونوا لاجئين بإرادتهم مرة أخرى للمرة الثالثة في تاريخهم في القرن في هذا القرن. لذلك سنتصدى لعملية الهدم، سنتصدى لعملية التهجير، وأنا أقول لك بكل ثقة أننا سنبقى هناك، أننا سنبقى في الخان الأحمر رغم أنف الاحتلال. رغم أنف الاحتلال. طمنا عن معنويات أهلنا في الخان الأحمر البدو. اليوم استمعت إلى كلمة في المؤتمر الصحفي، إلى كلمة رئيس القرية الأخ عيد أبو خميس، وهو يقول ستكون هنا عراقيب جديدة، بمعنى أننا سنكون جاهزين لإعادة بناء الخان الأحمر مرة ومرتين وثلاثة. الإمكانيات تم إعدادها لبناء أكثر من مرة، نحن جهزنا الإمكانيات لبناء الخان الأحمر أكثر من مرة، وإذا هدم سيعاد بناؤه. ولكن ما قالوا السكان هناك بأننا ليس مكتوبا علينا أن نرحل من النقب إلى الخان الأحمر ثم من الخان الأحمر إلى أي مكان آخر. إذا كنا قد رحلنا من النقب إلى هنا فسنبقى هنا وسنواجه عملية الترحيل، وإذا هدمت منازلنا سنعيش على أي جبل أو تلة في الخان الأحمر وسنبقى هناك. سنبقى هناك. الموضوع ليس مقتصرا على الخان الأحمر، هو يمتد إلى كل الأراضي الفلسطينية المستهدفة من هذا الاحتلال القميء. في قرية الولجة في محافظة بيت لحم قرر الاحتلال بناء 4700 وحدة استيطانية جديدة ضمن هذا المسلسل الإجرامي على الأرض الفلسطينية. نتابع تقرير الزميل هاني فنون، بعد ذلك نعود لسيد وليد عسف. على ما تبقى من أراضيها في الجزء الشرقي من الخط الأخضر أقيمت قرية الولجة من جديد، قرية تقع في الشمال الغربي لبيت لحم وفي الجنوب الغربي للقدس المحتلة. فمهما تحدثنا عن معاناة وحصار واستيطان وجدار في جميع المحافظات، فالولجة تجمع كل هذه المصائب على أراضيها ولتجرعها سكانها. في كل يوم تتعرض القرية وقاطنوها إلى انتهاكات الاحتلال، اختارات ومنع للبناء وهدم وتشريد وتفريغ للمواطنين رويدا رويدا منها ونهب للأراضي والثروات والخيرات فيها. فحتى حصر الأضرار والانتهاكات تختلف فيها بين يوم وآخر. فبالأمس أعلن عن مصادقة الاحتلال على مخطط لإقامة 4700 وحدة استيطانية على أراضيها التي هجروا منها عام 1948، وقبلها بيوم واحد هدمت 4 منازل شرد قاطنوها منها وباتوا في العراء. وقبلها بيومين أعلن مجلس المستوطنات على إضافة 3700 وحدة استيطانية في مستوطنة هارجيلو وحصار مدخل القرية الوحيد المحاذي للمستوطنة وتوسعة للطريق الاستيطانية على أراضيها. ففي داخل أراضي القرية التي حوصرت بالجدار من جميع جهاتها يفرض الاحتلال تقسيمات تتبع جزء كبير منها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، ليصبح قرابة 180 منزلا مهددة بالهدم في القرية بعد الهدم الأخير. هذا إلى جانب تشتيت العائلات وبحثها عن مأوى لها في خارج البلدة لانحسار الأراضي واستمرار الاحتلال في هدم المباني فيها دون سابق إنذار. ولا تتوقف الأطماع الاحتلالية الاستيطانية في القرية في داخلها المحاصر، بل تعدى ذلك إلى نهب ينابيعها التاريخية والأثرية وتحويلها إلى متنزهات للمستوطنين يمنع المواطنون من التنزه فيها. فهنا بات من المستحيل الوصول إليها بعد نقل الحاجز الاحتلالي على مسافة قريبة منها، وحتى الأراضي باتت تحت سطوة الاحتلال يمنع أصحابها من الوصول إليها. فالولجة هي مثال للمعاناة والتحدي والتصدي والثبات، لكن ذلك يحتاج إلى موازاة حجم التهديد والمخططات التي تستهدفها بدعم صمود أبنائها فيها. لبرنامج ملف اليوم هاني فنون، تلفزيون فلسطين.
شكرا للزميل هاني فنون مراسلنا في بيت لحم. ارحب بضيفي من بيت لحم ابراهيم عوض الله الناشط الشبابي. مساء الخير. مساء الخير زميل عايد، انت ومشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بك. ما الذي يميز منطقة الولجة؟ لماذا ينظر الاحتلال لها بهذه الأهمية؟ طبيعة الأراضي التي يستهدفها الاحتلال، سمعنا أنها أراضي فيها يعني تراث وفيها مياه، وكم تبلغ مساحتها؟ نعم، في البداية دعني أتوجه بجزيل الشكر للمعالي الوزير وليد عساف على وقفته بجانب أهالي قرية الولجة وتفقده لأصحاب المنازل المهدمة وتطلعه لاحتياجات المواطنين في قرية الولجة. بالطبع قرية الولجة هي تعتبر بوابة الجنوب الغربي لمدينة القدس، وهي نقطة البداية لما يسمى مخطط القدس الكبرى. من هنا تنطلق أطماع الاحتلال الإسرائيلي في قرية الولجة لتهويدها وتمرير ما يسمى مخطط القدس الكبرى. طبعا قرية الولجة غنية بالمياه الجوفية، غنية بالآثار، غنية بالينابيع أيضا. قرية الولجة تعاني أو عانت بعدة نكبات في العام 1948 وفي 67 أيضا وفي التسعينيات عندما تم شق الشارع الالتفافي المؤدي لمدينة القدس. أيضا في الآونة الأخيرة تتعرض لهجمة شرسة من مصادرة أراضي وإقامة مستوطنات هرجيلو، وأيضا تم في الآونة الأخيرة الإعلان عن مخطط لتوسعة مستوطنة هرجيلو على أراضي قرية الولجة يشمل 3700 وحدة استيطانية. أيضا هدم في الآونة الأخيرة ما يزيد عن 20 منزل في قرية الولجة من ضمن 181 منزل في قرية الولجة مخترات بالهدم. أيضا من ضمنهم هناك 40 منزل مختر أو معه قرار بالهدم وينتظر تنفيذ قرارات الهدم، بالتحديد في منطقة حي عين الجويزة. مساحة الأراضي التي ستصادر لصالح 4700 وحدة استيطانية؟ نعم، مساحة الأراضي هي 941 دونم، كنا قد ذكرنا أنها 841 دونم ولكن تم تحديث وتعديل على المعلومات وتبين أنها 941 دونم في أراضي قرية الولجة المهجرة عام 1948. هذه المستوطنات ستقام لصالح ما يسمى الأزواج الشابة اليهودية في القدس على أنقاض منازل المواطنين في قرية الولجة المهجرة. وأيضا على هناك قرية الولجة المهجرة كما نعلم أنها فيها أماكن أثرية وتاريخية تعود لعدة حضارات، أيضا هناك فيها ما يزيد عن 23 نبع من المياه، فيها ما يقارب 3 آبار مياه جوفية تغذي منطقة القدس وجزء من بيت جالة ومنطقة بيت لحم. هذه محل أطماع بحتة للاحتلال الإسرائيلي. طبعا إجمالي مساحة قرية الولجة 17500 دونم، تبقى منها بعد 48 6500 دونم. الشارع الالتفافي في التسعينات اقتطع 500 دونم وعزل 1000 دونم. الجدار الفاصل عزل 2500 دونم، تبقى 2500 دونم، منها 1200 دونم مهددات بالمصادرة لصالح توسيع مستوطنات هرجيلو. طبعا 1000 دونم تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تتبع لما يسمى بلدية القدس، أي منطقة عين الجويزة. طيب سيد وليد عساف، آلية حماية هذه الأراضي المهددة بالمصادرة، ونحن نتحدث عن مساحات شاسعة 981 دونم، يعني ما هي الآلية التي ترونها مناسبة لحماية هذه الأراضي؟ يعني أولا معظم أراضي الولجة ذهبت خلف خط عام 48، خلف خط الهدنة، يعني 11000 دونم تقريبا. وكما ذكر الأخ إبراهيم أعتقد ما تبقى هو جزء 6500، لكن أيضا جزء كبير منه 500 دونم تم تجريفها للشارع، 1000 خلف الشارع، 2500 خلف الجدار، وبالتالي تبقى 2500 دونم نصفها أصبح جزء من بلدية القدس. وبالتالي هناك 150 منزل مهددة بالهدم في هذا الجزء الذي هو جزء من بلدية القدس. الجزء المتبقي الآن هو جزء بسيط جدا من أرض البلدة، ومساحة المنطقة باء في الولجة هي فقط 70 دونم. إذن هناك هنا الأزمة الحقيقية، ما تبقى منها الألف دونم المتبقية هناك التي تشكل جزء ألف داخل خط داخل بلدية القدس، ألف وقليل من وألف وأخرى تبقى احتياط استراتيجي لبلدة الولجة. نحن
اتفقنا مع المجلس القروي هناك أول أمس عندما زرنا البلدة تفقد المنازل المهدومة، اتخذنا مجموعة من القرارات. القرار الأول هو إغاثة العائلات التي نكبت بهدم منازلها ببناء خيم في نفس الليلة. قمنا ببناء خيم في نفس الليلة للعائلات وتم إيواء هذه العائلات. الخطوة الثانية أننا سنعيد بناء المنازل التي هدمت. ليس لأمامنا خيار سوى أن نقاوم عملية الهدم وعملية الترحيل. ما حدث في الولجة من تصدي لجرافات الاحتلال من قبل لجان المقاومة الشعبية والأهالي والسكان والنساء، هذه بطولة نادرة وهي نموذج يجب أن يتكرر. لذلك نحن يعني توجهنا حالما شاهدنا هذا المشهد المؤثر وقررنا التدخل لإغاثة السكان هناك. لذلك سيتم إعادة المباني التي هدمت وتوفير خيام للعائلات مؤقتة، وكذلك سيتم فتح مزيد من الطرق في الأراضي الزراعية الأخرى وبناء أكثر من 40 غرفة. المرحلة الأولى تم بناء الخيام، نحن حكينا عن إعادة بناء ما تم هدمه. لا أنا بحكي يعني في مرحلة ثانية. في مرحلة ثانية نعم. مرحلة ثانية بناء إعادة بناء ما تم هدمه بشكل كامل. بالتعاون مع المجلس القروي. ونترك حرية الحديث فيها للمجلس القروي في وقت لاحق. ولكن تم وضع الاتفاق مع المجلس على 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 تفاصيل ذلك لأسباب لها أمنية والأسباب لها علاقة بالوضع القانوني لهذه المنازل. نحن تركنا حرية اتخاذ القرار للمجلس القروي وللعائلات هناك بما فيها إعادة بناء ولو مساكن صغيرة تأوي هؤلاء السكان. يعني طيب. سيتم عمل ذلك خلال الأيام القادمة. المسألة الثالثة، سيتم هناك بناء أكثر من 40 غرفة زراعية في الأراضي في 1000 دنم المنتشرة والمهددة. هذه المهددة لصالح 4700 وحدة استيطانية. الألف دنم المتبقي من أرض هذا المساحة التي تحدث عنها هي تقع داخل 48 في أراضي الولج القديمة. ولكن نحن نتحدث عن بناء في الأراضي التي يمكن الوصول لها والتي يمكن لازال من الممكن الدفاع عنها. هذه الدنمات أو المساحات هي في خلف الجدار وبالتالي أصلا يعني في حال صعبة الوصول لها وحمايتها. ومع ذلك نحن يعني اتفقنا مع السكان أيضا هناك على حراسة الأراضي الواقعة خلف الجدار بمساهمة الهيئة أو بتغطية التكاليف من قبل الهيئة وزراعة ما يوجد من أراضي بالكامل الزيتون أيضا وفتح طرق زراعية في الأراضي اللي هناك. والخطوة الأخيرة هي بناء غرف زراعية في ونشرها في كافة الأراضي. هذا يهدف إلى حماية الأراضي الفلسطينية في هذا المكان. لماذا؟ لأن الولجة تشكل المعبر الممر الوحيد الذي تريد إسرائيل الآن استخدامه لربط تجمع غوشة صهيون الاستيطاني مع مدينة القدس. هذا الممر يمر فقط من بلدة الولجة، ولذلك إذا ما تم خنق بلدة الولجة ومسارة الأراضي المحيطة بها ثم هدم المنازل التي انتشرت على مساحات واسعة تستطيع بلدية القدس أن تربط غوشة صهيون ضمن قانون القدس الكبرى مع مدينة القدس. ولكن إذا ما تم انتشار قرية الولجة، وهذا خيار استراتيجي يجب أن نقوم عليه وأن نقوم بتنفيذه، نشر توسيع مدينة قرية الولجة لكي تصبح عائق حقيقي أمام عملية الربط التي تسعى بلدية القدس وسلطات الاحتلال إلى فعلها. نحن نخوض هناك معركة تحدي مع دعم السكان، وأعتقد أن المسؤولية في ذلك هي مسؤولية وطنية. قرية الولجة تم خنقها بعد رأس بيت جالة. ليوجد فقط طريق وحيد لها، تم وضع حاجز عليها، وبالتالي الآن القرية مخنوقة من جميع الجهات، جدار فصل عنصري، شارع التفافي، ومدخل وحيد عليه حاجز. وبالتالي نحن نتحدث عن أهمية دعم بقاء السكان هناك. نتحدث عن 200 منزل تقريبا مهددة بالهدم. تم هدم 20 منزل منها خلال السنوات السابقة، تبقى معرض لهدم 181 منزل. هذه المنازل يجب الحفاظ عليها ويجب إعادة بنائها إذا ما تم هدم أجزاء منها. نحن نتوجه الآن للتعاون مع وزارة شؤون القدس لإقرار مخطط هيكلي أو تنظيم مخطط هيكلي للأحياء أو للحي الواقع داخل حدود بلدية القدس،
ويضم أكثر من 150 مسكن. هذا ال 150 مسكن هي قرية، هي جزء من الولجة ولكنها تقع في أراضي بلدية القدس التي تم ضمها عام 1980. التخلي عن هؤلاء السكان هناك سيؤدي إلى هدم منازلهم بالكامل، هذه المنازل المهددة، وبالتالي توفير البعد المحامين لهم، توفير الدعم القانوني لهم من قبل الهيئة ومؤسسات أخرى، من قبل المحامين يتم توفير هؤلاء السكان، وأيضا توفير جهد لإنجاز مخطط هيكلي قد يكون مكلف، ولكن أنا أتمنى أن تقوم الحكومة الفلسطينية بتبني إنشاء هذا المخطط الهيكلي وتكاليفه من خلال وزارة شؤون القدس، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحمي 150 منزل الموجودة في المنطقة التابعة. هذا في غاية الأهمية. طيب سيد سهيل خليلية، مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج، مساء الخير. هل هناك تحولا استراتيجيا في الهجمة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية في الآونة الأخيرة؟ وبالنظر إلى الخارطة مع وجود هذا العدد الهائل من المستوطنات والمستوطنين على الأرض المحتلة عام 67، هل نستطيع القول أن إسرائيل أنهت تماما إمكانية حل الدولتين؟ أستاذ سهيل، إن كنت تسمعني. أنا أسمع. مسموع؟ مسموع؟ نعم مسموع تماما. أعيد السؤال مرة أخرى. سمعت السؤال. تفضل يا سيدي. أنا أقول لك نعم، هناك تغيرات جغرافية وديموغرافية ستحدث خلال الفترة المقبلة. نعم، إسرائيل في من خلال عمليات الهدم للمنازل المحيطة في منطقة القدس في الولج ومناطق أخرى وانتهاء بالخان الأحمر، كل هذا يشير إلى أن حكومة الاحتلال، حكومة نتنياهو، قد عقدت العزم على إحداث هذا التغيير خلال الفترة المقبلة. وأنا أتحدث هنا عن ما ذكره سيادة الوزير، يعني القدس الكبرى. ما سيحدث بالنسبة لمواقع جغرافية وهي المناطق العربية، هناك حديث إسرائيلي أو تلميحات بأن إسرائيل على وشك أن أو تحاول أن تعطي هذه التجمعات الفلسطينية الموجودة داخل ما تسمى بحدود القدس الشرقية بحسب التعريف الإسرائيلي، مثلا منطقة حي جويزة في الولجي أو منطقة برعونة في بيت جالة أو حتى كفر عقب وغيرها ومخيم شعفاط، ستعطيهم سلطة إدارية خاصة بهم، ولكن هي لن تتخلى عن الجغرافية أو سلطتها إذا ما أردت يعني استعمال كلمة قانونية بحسب رؤيتهم لهذه المناطق، ولكن ستعطيهم سلطات إدارية لتتخلى عن المسؤولية بشكل كامل. فهي بالتالي تريد أن تفصل الأحياء العربية وتعطيهم سلطات مستقلة مقابل حتى الاحتفاظ بهذه المناطق. فبالتالي يعني هي تحاول، يعني تكرار مشهد الإدارة المدنية سيد سهيل. نعم، إعادة تجربة الإدارة المدنية بشكل ربما مباشر أو غير مباشر. نعم إلى حد ما، ولكن هذا سيحدث في المناطق التي سيتم إخراجها خارج الجدار مثل مخيم شعفاط وكفر عقب، ولكن هي في نهاية المطاف لن تتخلى عن سلطاتها الإدارية، لأن هذه دولة الاحتلال هي ترى بأن هذه المناطق ستبقى مناطق حماية بالنسبة لهم، يعني هم يريدون أن يتخلوا عن أي خدمات أو يعطوا أي امتيازات، ولكن هم سيريدون الاحتفاظ بهذه المناطق ربما كورقة ضغط للمستقبل في حديث عن أي مفاوضات ممكن أن تحدث في المستقبل، وربما تغيير التوازن الديموغرافي أيضا. سيد سهيل، الديموغرافي من ناحية الديموغرافيا ما بين المستوطنات التي سيتم ضمها لمدينة القدس المحتلة أو بحسب ما يراه الاحتلال وما بين مخططات البناء، هناك حوالي ربع مليون مستوطن سيتم ضمهم ما بين الموجودون حاليا وبحسب المخططات البناء التي سيتم إنشائها خلال العقد القادم. وبالمقابل هو سيقومون بدفع المقدسيين
خارج يعني ما يسمونه بحدود القدس بحسب رؤيتهم، فبالتالي هم يريدون إحداث ثغرة ديموغرافية في المدينة، لأنهم عجزوا تماما عن يعني إقصاء المقدسيين عن مدينة القدس برغم كل إجراءاتهم خلال الخمس عقود الماضية. فبالتالي يعني هم سيأخذون طريقا مختلفة الآن، هي تبدأ بالتخلي الإداري عن هذه المناطق، و رويدا رويدا ستبدا ربما بسحب جنسيات، وربما هذا سيكون مقدمه حتى يعني سحب يعني اي اقامات او هويات مقدسيه مقابل ان يعني ان تكون لهم سلطات مستقله. وكما ذكرت يعني ربما هذه تجارب تعيد مره اخرى مثل ما حدث في مناطق في الضفه الغربيه في الثمانينات. شكرا جزيلا لك السيد سهير خليلية، مدير وحده مراقبه الاستيطان في معهد اريد، شكرا على هذه المشاركه. اعود الى بيت لحم. السيد ابراهيم عوض الله، كشاب وناشط شبابي في مجال مواجهه هذه المشاريع الاستيطانيه على الارض الفلسطينيه، كيف تقيم حضور الطاقات الشبابيه الفلسطينيه في الفعاليات التي تواجه وتقاوم هذا المشروع الاستيطاني الإحلالي على الأرض الفلسطينية؟ نعم، حضور الشباب هو يعني حضور كان رائع جدا وأكثر من رائع، يعني حتى أنه قطع هناك الوقت على سلطات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت هناك معهم للساعة 10 صباحا، الوقت المحدد لهم لكي ينهوا عمليات الهدم، وما أن وصلت الساعة 10 لم يتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من إنهاء الهدم كما خطط له، بفضل وقوف النشطاء الشبابيين وأهالي قرية الولج، نساء وشيوخ وأطفال. وهناك في الأيام القادمة سنشهد أساليب مقاومة شعبية جديدة، ولربما تصعيد في المواجهة الشعبية ترتقي إلى أساليب جديدة متميزة في قرية الولجة كما عهدناها دائما، هي في دائما تتصدى بصدورها العالية وبأساليب متميزة ورائعة جدا. يعني كانت وقفة فعلا نكن لها كل الاحترام والتقدير عندما تحصن أهالي قرية الولجة في منزل المواطن أحمد أبو التين وأبوا أن يخرجوا منه، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي واجهتهم بالقمع بالضرب المبرح وبقنابل الغاز وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. كذلك الأمر في منزل المواطن على حجاج لا تجمع، واحتج المواطنون نساء وشيوخ وأطفال في منزل المواطن على حجاج لا، وواجهتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقمع وأجبرتهم بالقوة على الخروج من داخل المنزل، مما قطع الوقت على قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي كان محدد لهم للساعة 10 فقط أن يكونوا قد أنهوا عمليات الهدم المقررة لهم. يعني دعنا ننوه هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد اقتحام قرية الولجة في ساعة مبكرة جدا، عندما وحال قرية الولجة كحال كل القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية. نحن نعتز بطاقاتنا الشبابية التي دائما تتصدر المشهد وتكون في صفوف في ساحة المواجهة الأمامية. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم عوض الله الناشط الشبابي، كنت معنا من مدينة بيت لحم. سيد وليد عساف، ألا تعتقد معي أن إسرائيل الآن من خلال نظرتها أن العامل الديموغرافي يشكل خطرا استراتيجيا على بقائها على وجودها، من أجل ذلك تتصاعد الهجمة الاستيطانية الاستعمارية من خلال المستوطنات والوحدات الاستيطانية، من خلال سحب الجنسيات، من خلال ضخ مستوطنين جدد على أراضي عام 67، 170 ألف مستوطن، 170 ألف 140 ألف مواطن فلسطيني مهددة هوياتهم المقدسية بالسحب؟ هل هذا له علاقة بالحرب الديموغرافية التي تتغلغل في العقلية الصهيونية؟ نعم، حقيقة هذا هو ميزان الرعب لإسرائيل، التوازن الديموغرافي أو معادلة التوازن الديموغرافي. قبل أيام قال ترامب بعد إذا ما تم إعلان دولة واحدة إسرائيل بشكلها الحالي سيكون رئيس إسرائيل القادم اسمه محمد، بمعنى أن أغلبية السكان من النهر إلى البحر هم فلسطينيين. وقبل ذلك قال ترامب لهم إذا أردتم دولة يهودية عليكم أن تقبلوا بحل الدولتين، ولا يوجد حل آخر يمكن أن يضمن لإسرائيل
خيار أغلبية يهودية في دولة سوى الموافقة على حل الدولتين. نعم. لذلك نحن الآن للمرة الأولى منذ عام 48 في نهاية عام 2016 نحن تفوقنا على عدد اليهود الفلسطينيين. نحن أصبحنا الآن في عام نهاية عام 2016 تفوقنا بنسبة 28 ألف مواطن أكثر من اليهود فلسطيني أكثر على أراضي فلسطين التاريخية. على أراضي فلسطين التاريخية نحن نتحدث عن فلسطين التاريخية. لذلك يتعبون من ذلك. نعم. لذلك هذا رقم. خذ الرقم الثاني في القدس عام 1967 القدس الموحد عندما قامت إسرائيل بتوحيد مدينة القدس قرار الكنيسة بعد احتلال القدس الشرقية كانت نسبة عدد الفلسطينيين 21% من سكان القدس الموحد. في عام 2007 أصبح الفلسطين 36%. الآن نحن 42%. ولكن إذا تخيلت معي حدود مدينة القدس كعاصمة مثلها مثل باقي العواصم حدود دائرة أو مربع أو مستطيل أي شكل من الأشكال بدك يختاره نحن أغلبية السكان في القدس. ولكن ماذا فعلت إسرائيل؟ جاءت لتبني جدار الفصل الذي يمتد هكذا مثل الأفعى ليخرج الفلسطينيين خارج القدس ويدخل المستوطنين هنا داخل القدس. أصبح المستوطنون في معالي أدوميم جزء من القدس، في جبعات زائف جزء من القدس، وفي هنا الفلسطينيون في شعفاط خارج القدس. هنا في أبو ديس والعزرية خارج القدس، وهنا في غوشة سيون على بعد 15 كيلومتر داخل القدس. هذه المعادلة لن تستطيع أن تغير على أرض الواقع شيء. لماذا؟ لأن الذي يعيش في شعفاط بقي في شعفاط، والذي يعيش في كفر عقب يعيش على بعد 7 كيلومتر من مركز المدينة، الذي في عناتة في ضاحية السلام يبعد 4 كيلومتر عن مركز المدينة، بينما الذي يعيش في جبعات زائف يبعد 15 كيلومتر عن مركز المدينة. في أي تشكيل أو تخطيط لمدينة لعاصمة إدارية تحكمها دائرة مربع مستطيل أي شكل من أشكال الهندسية التي تقوم عليها المدن في تخطيط المدن نحن أغلبية السكان. وإذا أرادوا ضم غوشة سيون ليضيف ومعالي أدوميم وجبعات زئيب ليضيفوا واحدة في الجنوب واحدة في الشرق واحدة في الشمال في ضمن قانون القدس الكبرى ليضموا 170 ألف مستوطن جديد ويخرجوا 140 ألف مواطن من كفر عقب وشعفاط وضاحية السلام. إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك لكي يغيروا المعادلة الديموغرافية فأنا أعتقد أنهم لن يستطيعوا بذلك، لأن إذا ضموا غوشة سيون ما بين القدس وغوشة سيون هناك بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور والخضر والدوحة وهناك أكثر من 250,000 فلسطيني هناك. إذن هم لا يستطيعوا تغيير، هم الآن يجربوا كل الخيارات ولا يستطيعوا أن يجدوا خيار يمنحهم أغلبية، لذلك يذهبوا إلى عمليات الهدم، التهجير، محاولة السيطرة على مواقع محددة، عملية تغيير البنية الجغرافية، تغيير الطرق، تغيير الشبكات، عمل الكرة الفلسطينية في طرق فرعية وإبراز الأحياء اليهودية. ولكن على أرض الواقع نحن الأغلبية. أنا أقول لإسرائيل لن تستطيعوا أن تبنوا دولة يهودية إلا إذا بنيت دولة فلسطينية على كامل حدود عام 67 إلى جانب دولة إسرائيل. غير ذلك لا توجد دولة يهودية، غير ذلك توجد دولة فلسطينية من النهر إلى البحر تقع تحت الاحتلال اليهودي. بكرة سيد وليد عساف في عرس جماعي بنابلس 80 عريس وعروس، وكان قبل فترة عرس جماعي رعاه السيد الرئيس. نعم. وأيضا الحفل غدا وهذا العرس برعاية السيد الرئيس كان أيضا هناك حفل. سأقول لك نقطة مهمة. هذا من أجل ما تفضلت به نستطيع أن نفهم هذا الاهتمام الفلسطيني بالزواج والتكاثر على الأرض الفلسطينية. أخطر مشروع إسرائيل تقوم فيه الآن، تقوم فيه منذ عام 2005 حتى الآن لكسر معادلة التفوق الديموغرافي الفلسطيني هو مشروع فصل غزة، ومن يتساوق مع مشروع فصل غزة يريد أن ينهي القضية الفلسطينية. شارون عندما انسحب من غزة انسحب من طرف واحد لأنه يريد إخراج غزة من الصراع. من يتساوق الآن لعمل هدنة مفصولة لغزة بعيدا عن كل الأراضي الفلسطينية، عن حل كامل للأراضي الفلسطينية متخليا عن القدس والضفة الغربية، يتساوق مع مشروع إسرائيل لكسر الأغلبية الديموغرافية الفلسطينية.
والتوسع نحو سيناء. هذه هي صفقة القرن، وهذا هو الرعب الذي يريد الإسرائيليين الخروج منه. وترامب عندما قال إذا بقيت المعادلة هكذا سيكون رئيس إسرائيل اسمه محمد، هو يدرك ما تقول، لأن المستشارين قالوا له أن أغلبية فلسطينية هناك، ولذلك هو يريد الآن أن يعزل غزة وأن يتعامل مع غزة بشكل منفصل، وأن يذهب بتوسيعها باتجاه سيناء ودفع الأغلبية الفلسطينية للتوجه نحو سيناء في توسع. هذا جزء من صفقة القرن، لكن الفلسطين سيفشلوا حتى صفقة القرن. وما يحدث في الخان الأحمر هو جزء من صفقة القرن. الخان الأحمر تهجير الفلسطينيين من مناطق جيم من 62%، حصرهم في مناطق ألف وباء، كانتونات، 100 كانتون فلسطيني سيكون في الضفة الغربية معزولة عن بعضها البعض بالكامل، تحيط بها مناطق مستوطنات وحواجز إسرائيلية. هذا هو المخطط إذا نجحوا في الخان الأحمر، وإذا نجحوا في بعد ما بعد الخان الأحمر. ولذلك معركتنا نقول ليست في خد الخان الأحمر فقط، معركتنا ستبدأ بعد الخان الأحمر. ولذلك الأغلبية الديمغرافية التي تتحدث عنها هي مكسب فلسطيني، ونخشى أن تكون الخاسرة التي تقتلنا إذا لم نحسن الدفاع عن الجغرافيا، لأن الديمغرافيا والجغرافيا مكملان مع بعضهم البعض. حتى تكون الديمغرافيا مكسب فلسطيني حقيقي في كسر الاحتلال وكسر شوكة هذه الدولة العنصرية، يجب أن نحافظ على الجغرافيا. من هنا جاءت أهمية الخان الأحمر ومعركة الخان الأحمر، أن نحافظ على مناطق جيم وأن نحافظ على انتشار الفلسطيني في مناطق جيم. 170 ألف فلسطيني في 62% من الضفة الغربية، إذا هم حجم مدينة بيت لحم أو مدينة أصغر من مدينة نابلس، كل الوجود الفلسطيني في ثلثي الضفة الغربية، ثلثي الأراضي الفلسطينية. لذلك يجب الحفاظ على هذول الثلثين. كيف نحافظ بهم بتثبيت 170 ألف فلسطيني؟ ما هو المطلوب لأجل تثبيتهم والانتشار وبسط السيادة الفلسطينية في مناطق جيم؟ هو هذا خطتنا في هيئة مقاومة جدار الاستيطان القادمة، استراتيجية هيئة مقاومة جدار الاستيطان حتى عام 2022 هي بسط السيادة الفلسطينية على مناطق جيم وإفشال مشروع التهجير القسري. شكرا جزيلا لك السيد وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا على هذه المشاركة. شكراً. معنا الشكر موصول إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج. الشكر أيضا لزملائي عبد قباجة في التنسيق والمتابعة، ولؤي غرابي في الإخراج، ودائما تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله، والنصر لنا ولشعبنا الفلسطيني. إلى اللقاء.